طيب بعد ما احنا دلوقتي عملنا الخطوات بتاعت ان احنا حددنا الجهاز بتاعنا ايه بالظبط، مين اللي يستعمله، الانفايرمنت اللي المفروض يكون فيها ايه، وعرفنا بعد كده ان احنا نبتدي نتكلم على ايه انواع الهازردز، نبتدي ديفاين الهازردز، نبتدي بعد كده ان احنا نحط يعني استيميشن للريسك اللي جاينا من الهازردز دي ونحط لها برايورتيز. دلوقتي عايزين نبتدي بقى ناخد الحاجات اللي هي اعلى برايورتي، نبتدي نعمل لها ريسك كنترول، يعني نبتدي نعمل ديزاين تشينجز علشان او نعمل شويه تغييرات عموما، بلاش ديزاين تشينجز عشان دي حاله خاصه، علشان في الاخر نميتيجيت الريسك اللي موجود دوت. فاهم حاجه او اكتر حاجه يعني مفضله في الموضوع ده، الموست بريفيرد، علشان نحسن او عشان نميتيجيت الريسك الموجود دوت، نحاول ان احنا نخليه يبقى اقل ما يمكن، ان احنا نعمل ديزاين موديفيكيشن، يعني نغير في الديزاين عشان يبقى الريسك ده يبقى اقل. يعني معنى ان انا مثلا فرضا انا دلوقتي عندي الجهاز بتاعي خايف ان يحصل منه شوك يعني الكتريكال شوك للبيشنت مثلا، اوكي، يبقى معنى كده اغير الديزاين بتاعي، اعمل ايزوليشن، اوكي، اعمل الكتريكال ايزوليشن، الكتريكال ايزوليشن للشاسيه مثلا، الشيسز بتاع الجهاز بتاعي، وللحاجات اللي هتبقى ان كونتاكت مع المريض، هتعمل لي الـ يعني اليمينيشن، كومبليت اليمينيشن للهازارد دوت. فمعنى كده ده ديزاين موديفيكيشن، شال الهازارد ده ايديال، ده حاجه ممتازه جدا. او ممكن نعمل حاجه نسميها سيف جاردز. سيف جاردز دي معناها مثلا لو فرضا ان انا دلوقتي الجهاز ده لما اعلي الباور بتاعته ممكن انها تاذي المريض، يبقى معنى كده ما اخليش ان الجهاز ده يقدر ان هو يعمل الكلام ده، ما يقدرش ان هو يعلى بالباور زياده، اوكي، مثلا يعني يبقى في عندي ليميتس كده للايه، للحاجه اللي اقدر اعملها بالجهاز ده بحيث انها ما تاذيش المريض. دي موجوده مثلا في حاجه زي مكان الام ار اي مثلا، بيبقى في حاجه اسمها السار اللي هو سبيسيفيك ابزوربشن ريت، اللي هو بيحدد لنا كميه الهيت ديبوزيشن او كميه الار اف ديبوزيشن اللي محطوطه في العيان. دي بتعمل هيت جوه العيان، وممكن انها تعمل ايه، هايبر ثيرميا لبعض الاجزاء، ممكن تعمل مشاكل يعني. فبنخلي الجهاز نفسه يسيف جارد الليميتس بتاعت السار اللي هي اللي هو الفاكتور دوت، بحيث ان ما ينفعش ان انا احط انرجي اكتر من المسموح بيها. فدي برضو ممتازه جدا، حل يعني من السورس، ما بيسمحليش ان انا اوصل ان انا اذي المريض باي شكل من الاشكال. فدي طبعا حل برضو ممتاز جدا ومفيش منه اي عيوب خالص. الحاجات بقى اللي هي بتبقى less preferred او يعني ما هياش طبعا يعني يستحسن ان احنا نستعملها، او نستعملها ك last resort، يعني نستعملها اخر حاجه خالص، ان احنا modify intended use. يعني فرضا مثلا انا دلوقتي لقيت ان الجهاز بتاعي دوت لما بستعمله في يعني كنت حاطط له كذا استعمال، اوكي، ولقيت ان في واحد من الاستعمالات دي ممكن يحصل لو استعملت الجهاز بطريقه غلط يحصل منه مشكله ممكن تاذي العيان، اوكي، يبقى ممكن واحده من الحلول ان انا اقوم جاي في الديفينيشن بتاع الجهاز بيعمل ايه، اقوم شايل دي خالص، اوكي، يبقى انا كده ما عملتش اي حاجه خالص، انا كده ما غيرتش الجهاز بتاعي، بس انا كده مجرد ان انا يعني intended use بتاعي بقى مختلف. ده معناه ان هو يعني ممكن برضو يبقى في عندي طبيب ما قراش الانتندد يوز ده اصلا، ويفتكر ان الجهاز ده بيستعمل في الحاجه اللي هي ممكن يحصل نتيجتها ريسك دي، ويحصل ريسك ده فعلا، يحصل منه فعلا مشكله او يحصل منه هارم للعيان، فدي طبعا مشكله. الحاجه الثانيه موضوع تريننج. التريننج ده برضو احنا كنا قلنا برضو ان هو ما هواش يعني فيري افكتيف قوي، لان مش كل الناس بتبقى مركزه في التريننج في الحاجه اللي انا بديها لها، كل واحد بيركز في الحاجه اللي هو بيعملها كتير، بس مش بيركز في كل الحاجات اللي انا بتكلم عليها في التريننج. فلو انا اعتبرت مثلا ان في عندي في بارتيكولر كيس كده، لو حصل ان هي اتعملت هيبقى فيها مشكله، لو انا دخلت انتري للبيانات مثلا جوه في الجهاز عشان ادجست مثلا تريتمنت بتاع عيان بشكل معين، ممكن يحصل هازارد او ممكن يحصل هارم للبيشنت، كويس. لو انا قلت ان انا هاجي في التريننج امفسايز الجزء ده، اوكي ماشي، بس يعني نقطة ان ممكن الشخص اللي هو بياخد التريننج دوت يا اما ما ياخدش باله من الكلام ده، يا اما ياخد باله في ساعتها بس على بال ما يجي بقى يطبق حاجة زي كده، لو هو جه في وضع يعني اتعرض ان هو ممكن يبقى يعني وهو بيشتغل يعني بيتعرض لموقف ممكن يعمل فيه الخطأ دوت، هو اكشن ممكن يكون نسي التريننج ده خالص. فالتريننج الحقيقة برضو ما هواش بريفيرد، ما هواش الطريقة المثلى ان احنا نشيل بيها ريسك. الحاجه الثانيه بقى خالص هي الاخرانيه خالص، هي الورنينجز اند ليبلنج. يعني ان انا اقوم جاي كده على نفس الجهاز هو ما غيرش فيه حاجه، احط عليه ليبل، اوكي، يعني اقول مثلا ان انا لو دوست على الزرارين دول مع بعض العيان ده هيحصل له مشكله مثلا، يعني اوكي احط مثلا ستيكر كده عليه الكلام ده،
اوكي طبعا دي حاجه مش ظريفه. او مثلا لو في فرض عندي الشيسز مثلا اللي هو الشاسيه بتاع المكنه، لو انا لمسته هتكهرب مثلا، اوكي احط عليه ليبل كده ده بيكهرب، اوكي ده اخر حاجه خالص، ده بقى ده هو ده لاست ريزورت، اوكي بس ما هواش بريفيرد، عشان طبعا ممكن ان ناس كتيره جدا ما بتقراش الحاجات دي، وخاصه لما يكون عندي جهاز فيه عليه 10 ليبلز، اوكي مش هقرا ولا واحد فيهم اكشولي، اوكي فدي برضو من الحاجات اللي ممكن يبقى شكليا كده ان احنا عملنا ميتيجيشن للريسك، بس اكشولي في البراكتيكال يوز ما هياش، البراكتيكال يوز احنا ما عملناش كده.